كنا هون نحن قاعدين بالبيت اول طابق ضاب اول غاره بدنا نقعد محل دغوي لما اجا هبد عنا كان اخر طابق في اولاد نسوان لهلا ما بنعرف وين لهلا بدنا ندور لك افتنا شلون والثاني طابق كمان في اولاد ونسوان طيب شو دخل هالنسوان شو دخل هالحريم حرب على الجبهات قاتل على الجبهات واجهنا على الجبهات ليش ما عم تواجهنا شو دخل النسوان والحريم لهلا ما لقيناه هون الله اكبر عليكم نحن معنا الله بس اذا انتم معكم كل العالم نحن معنا الله الله عبيرنا عن كل هالعالم هاي عينة من الصواريخ المظلية اللي عم يقصفنا فيها طيران الحربة طبعا هاي الصواريخ عم يقصف فيها حي الوار عم تسبب دمار هائل كتير بنايات كاملة عم تتفتت فوق رؤوس أصحابها طبعا الشيء المحزن بالموضوع انه هاي الصواريخ نحن دافعين حقها من دم قلبنا للأسف عم ينقصف فيها حتى الطيار يلي عم يطلع يستعرض بطولاته على المدنيين وعلى الأطفال هذا حتى البدلة تبعته نحن دافعين حقها من دم قلبنا هذا الجيش كله نحن سلحنا وجهزنا لحتى يدافع عننا ولكن للأسف الشديد عم يقصفنا فيه وعم يدمرنا بكل شيء نحن جهزنا وسلحنا فيه طبعا هاي الدمار بنايات وشو عم يصير فيها بسم الله ونعم الوكيل